حندخل في تفاصيل أكيد في هذه المباراة، أمور فنية كانت واضحة تحتاج بعض الإجابات، لكن خلونا نتعرف بشكل أوسع على ما دار في التسعين دقيقة. الليالي الباردة وكلاسيكو القمة في الدرة، الأهلي في ضيافة الهلال في قمة الجولة 11. الجماهير في رائعة ألوان فان جوخ، الكباتنة سلام ولقاء، المباراة لا تنطلق لانعدام الرؤية. وأخيرا صافرة الأرجنتين فالكون تعلن البداية. سافيتش يحتاج فقط إلى 50 ثانية لإثبات الوجود. كوليبالي تمريرة للمنطلق، سافيتش يلدغها باليمنى، الهدف الأول للهلال. هذا مستحيل البداية، يا لها من بداية كانت عن طريق الرقيب. الرقيب يعلق نجمة وثنتين وثلاثة. لا 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 يا سافيتش، لا يا سافيتش، يا لها من بداية. بدأ الكلاسيكو قبل أن يبدأ عن طريق سافيتش، عن طريق هذا. لا هذا مو برقيب، هذا نقيب، هذا مقدم، هذا برتبة أعلى، برتبة أعلى. يا للسافيتش ويا للبداية، دقيقة واحدة فقط، أسرع أهداف الكلاسيكو. الهلال يضغط سالم وسافيتش، ولكن الدفاعات الأهلوية تتدخل. الأهلي عبر محرز لفيغا وبونو يبعدها، فالدفاعات الزرقاء. الخطأ الأهلاوي على مقابل المنطقة، محرز يسدد ذكية ولكن بجانب القائم. عرضية ياسر ورأسية ميشيل وبراعة مندي تجسد حال اللقاء المشتعل. الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال، والاحتجاج الأهلاوي. مترو يتقدم ومندي يترجل وتصدى وأبدع. ماكسيمان والسرعة يتجاوز ونيفيز يتدخل. الكرت الأصفر الأول يخرج للمدافع إيبانيز. سعود عبد الحميد في عرضية، والقوة الرأسية ماركت ميتروفيتش، قنبلة هلالية، هدف ثاني. الهلال مع الهداف، أم تعاقدوا مع الأهداف؟ مع الأهداف نفسها، مجانين، وجاهم المجنون، وجاهم المجنون. هذا المجنون من ركلة جزاء تضيع، لكن في الهواء ما تضيع، في الهواء ما تضيع، ما تضيع فرصة وراها ميتروفيتش. 2-0، لن أنسى العرضية يا سعود، من جدك أنساها. سافيتش يقطع الكرة من المجحد وفعل كل شيء إلا التسديد فوق المرمى. والأهداف يا فيغا لا تأتي بهذه الطريقة في حضرة بونو. وعارضة مالكوم تنهي الشوط الأول. في بداية الشوط الثاني المجحد يمررها لمجرشي وينفرد، والبليهي يخلصها. مندي في إحدى دروس التصدي بالقدم، بارع هذا المندي. والبليهي يخلص كرة فيغا خارج المرمى، سلامات. الأهلي يضغط، ماكسيمان بدأها وبين الأقدام، ومحرز يجهزها، والتسديدة من ماكسيمان الأول للأهلي. الرجل الأخضر ذا جرين مان، 97 في الكلاسيكو، رقم 97
أنا ما أقول لكم بأن لديه هدف يريد تحقيقه من المباراة وبدايتها، وهو يقول ذلك أنه يسجل الآن مع الأهلي، سجل الأجمل والآن يسجل الأغلى. 2-1 وقف الأهلي على قدم واحدة. محرز وهوايته المعهودة التسديدة صاروخية ذكية بجانب قائم برونو. سافيتش يخطف الكرة ويسدد، ومندي يواصل الإبداع. أيضا سافيتش يسدد من خطأ فوق المرمى بقليل، الكلاسيكو شغف. علي مجرشي يمرر كرة خاطئة لمحرز، وماتياس يطالب بالتركيز. مترو أمام المرمى الثالث لا محالة، إلا أن مندي يواصل ويتألق. النيران الصديقة تحضر، إيبانيز يريد أن يعيدها لمندي، أعادها في الشباك وسط ظهور مندي، ثالث الأهداف للهلال. بنفسك الهلال يخليك تسجل بنفسك. الهلال الفريق الذي لا ترغب بمواجهته. ثلاثة يا مندي، ثلاثة يا سعيد، ثلاثة يا إيبانيز. إنهم لا يحتاجونك ولا يحتاجون هداياك، ينتزعونها منك. أنا ما أقول لك يا من الهلال، انتبه من لقطاته من لحظاته. الكلاسيكو يعود باللون الأزرق. إنه الفريق الذي لا ترغب بمواجهته. يا للكرة من السعود. شوف إيبانيز شافه حلو. الأسمر غاضب والكرت الأصفر يحضر، الجماهير الأهلوية تغادر الملعب. فيغا وماكسيمان لا تنشد عن الحال. انتهى الكلاسيكو بثلاثية هلالية مقابل هدف وحيد. الهلال في الصدارة ب29 نقطة، الأهلي خامساً ب22 نقطة.